في شأن آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحافة أكد أن القنوات الدبلوماسية العراقية في الملفات السياسية والاقتصادية مستمرة بعد انتهاء قمة بغداد مع كافة الدول العربية والإقليمية للوصول إلى مبدأ التكامل الإقليمي ولدول جوار العراق، موضحا أن النهج المتبع سيكرس لاستقرار المصالح واستدامتها مع جميع الأطراف. جوانب ذات الطابع الاقتصادي والحوارات السياسية والمشاورات الدبلوماسية مستمرة عقب مؤتمر بغداد. معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين ينسق بشكل عال مع جميع الأطراف على مستوى المنطقة. هناك أولويات بطابع استراتيجي ينحو العراق لأن يصل إلى مقتربات نهائية تعزز حضوره وأيضا تكرس لمصالح مشتركة مع كل الأطراف. الخارجية العراقية ترى في استمرارية هذا النهج هي استمرارية للتفاعل ولإيجاد أدوار ممكنة وحقيقية في أن يحوز العراق على مصالحه في ضوء مقبولية إقليمية ودولية. مبدأ التكامل لحضور جميع الأطراف التي ساهمت في مؤتمر بغداد وأطراف أخرى أيضا باركت ودعمت انعقاد هذا المؤتمر، هذه الرؤية الشاملة تفيد بأن مبدأ للتكامل الإقليمي على مستوى جوار العراق وما أبعد من الجوار، هذا التكامل سيشهد تحولات جديدة تتسم برؤى تكرس لمصالح مستدامة. ليست القطيعة هي السبيل لتعزيز الحوار وإشادة مصالح مستقرة واعتماد سبيل التواصل والتنسيق مع كل الأطراف. وجود العراق وبغداد بالتحديد كنقطة للالتقاء والحوار عززت أن العراق بلد غير منحاز، بلد متفاعل يكرس للمصالح المشتركة، وبما يعكس عملية تفاعل منهجية تتخذها وزارة الخارجية العراقية. كلنا طالعنا المواقف واللقاءات والحوارات الثنائية والمتعددة التي عقدت في أثناء مؤتمر بغداد.